في سبونيكس باش نحكيو على معتز الزدام اليوم 9 متاع الصباح في سيونس دونترينمون متاع الترجي الرياضي التونسي. كانت عودته للفريق، كنت تواصلت البارح مع وكيل اعمال اللاعب، حكينا شويه في العوده هذه. خلينا نعطيكم بكل امانه حتى الكلام اللي حاب يوضحه، فما كلام تقال هنا في البلاتو ما عجبوش برشا بخصوص عدم الانضباط وموضوع عدم الانضباط نتاع معتز، واللي هي حتى نقلناه نقلا عن مصادر المتواجدة في التونسي، مصادر معناتها رسميه من الفريق، يقول لك اللاعب كان مبعد الاسباب هذه. اللاعب ينفي بطبيعه ووكيل اعماله ينفي كل هذه الاتهامات المتعلقه به، يقول كنت بعيد على خاطر ما كانش متاكد اني باش نرجع للمجموعه بتاع الفريق في الفتره القادمه والا باش نخرج. ما ينجموش يرجعوا ملاعبي بطبيعه، هذا حسب الروايه نتاعهم، ما ينجمش الفريق يرجع ملاعبي وبعد يخرج من الفريق. تنجموا انتوما معناتها تحكموا على الكلام هذا. يقول اليوم اتاكد رسميا اني باش نكون مع المجموعه في الفتره القادمه، بالتالي باش نعود للفريق. سالته حتى على علاقه اللاعب مع كاردوزو، يقول كاردوزو معجب به بشكل كبير برشا، حتى الديسيزيون تاع انه ما يكونش في المجموعه ماهيش متعلقه به. اليوم ينفي بطبيعه كل الاتهامات متعلقه بعدم الانضباط، ياكد انه مشى لمصر وقدم مستويات كبيره، وهذا ياكد انه معناتها ما كانش عنده حتى مشكل في عدم الانضباط. خلينا نبدا معك انت مجده، وانت قريب وتعرف ومطلع على الكواليس نتاع الترجي الرياضي التونسي، الساعه كيفاش تقرا وشنو اللي تبدل اليوم يخلي معتز الزدام يعود للفريق؟ هل انت النتائج الاخيره للترجي مرتبطه بالعوده هذه والا لا؟ لا لا، شوف معتز هو في الحقيقه عدى موسم باهي برشا في مصر، خاصه وقت مشى وانطباعات كانت طيبه والناس كل الترجيين رحبوا برجوعه. بالطبع ندعم كلامه، لان في وقت اوقات مازال ما يعرفش يعاود مع الفريق المصري او يرجع للترجي التونسي، وكاردوزو معناه ما كانش معناتها ضد رجوعه ولا حتى رئيس النادي. انا كنت موجود مره مع السيد رئيس سي حمدي في البيرو نتاعو، ومعتز وقتها كان موجود على اساس باش يقابل الرئيس ويحكي معه. ناكد لك اللي حاجه من الحاجات هو انا معتز كان متذبذب معناتها فنية في الرجوع في العوده، هذاك اللي خلاه تاخر في التمارين. ثم زاد فما حديث صار ما بينه وبين الرئيس، انا كنت حاضر وقتها ما كنتش معناتها جالس معهم في البيرو، اللي فما اكيد حاجات صاروا حديث ما بيناتهم الزوز على برشا حاجات. اليوم رجوع معتز للترجي باش يكون خبر صار للجماهير الترجي. بون فما كلام خرج انه رجع عنده نهارين ولا ثلاثه، مو صحيح. اليوم اول سيونس دونترينمون مع الجروب. نحكي لك على على, على, على اللقاء هذا، تو تقريبا عنده حكايه 20 يوم. انا كنت حاضر معناتها موجود، واكيد اللي تحدثوا وحكيوا برشا مع بعضهم بالزوز رئيس وملاعبي، ومن دور الملاعبي باش يسمع راي رئيسه. ورجوعه اليوم ينفي الاشاعات وقله الانضباط اللي تكلموا عليه، هو تمس بيده. وانا حكيت معه الوليد قال لي تمسيت برشا وبرشا كلام وبرشا حديث فيسبوك خرج عليا، وهو تظلم في الترجي تظلم. سالت ما نثبتوا وقتها مره يلعبوا على دروا، مره في الوسط، مره في معناتها يلوحوها في الكولوار دروا، دونك ما بقاش المردود نتاعو تهميشه في البوست نتاعو. شفنا في مصر شد معناتها في بقعه، عمل سجل ظلي 65 اهداف، عمل ديز اسيست، معناها مردوده كان طيب. دونك هذا مش راجع للدو ماشنيو اللي عملتهم الترجي واللي خلات عليها الدنيا وقامت، معناها الناس كل تتكلم كيفاش ترجي عمل دو ماشنيون، معناها يولي حاجة عادية في كرة القدم. ريال مدريد مشات خاصة مع موناكو، احنا نهولوا ترجي عمل دو ماشنيون مع ستادي جماعية كبيرة ومع المتلوي. ما المستوى ما كانش كما يحبوه جماهير الترجي. لا كي تاخذ زيميتون تاع شو اسمه سليمان ضد مستقبل سليمان، كان زيميتون محترم. الماتش الثاني زاد كيف مع المتلوي، ترجي رابحة واحد بلاش، معناها تقريبا في الوقت. وين حملوا مسؤولية المدرب هنا؟ حملوه في الهدف اللي تسجل، الهدف اللي تسجل ما يتحملوش المدرب، يتحملوه اللاعبيه. معناتها كونسنتراسيون ناقصه، معناتها بهته، ما فماش كون مشى ضغط على البورتور دو بالون باش يسنتر. دونك ما فما حاجات نتكلموا، الناس الكل تتكلم، الناس كل ولات مدربين تو، اللي ينتقدوا في كاردوزو كلهم مدربين. ما كل حد عنده حق يعطي رايه زاد. ليه ما نجموش نعطيه حق في مو زاد بعد ساعات، ما نجموش نكونوا قاسيين. كيما شكرناه كاردوزو في وقت من الاوقات، اليوم الفريق ماهوش قاعد تقريبا من اللي بدات. يعني سي مجيد انت قاعد يخدم في خدمه كبيره كاردوزو تو سي بيان. حسب رايي انا هي الانتقادات مش على الترجي، الانتقادات على كاردوزو اكثر في الشوا نتاعو، في الكونسيرت، في ليكيب، في اللي شو تاع جوهر. اذا ناخذوا توا اللي كات ماتش هذوما، نجموا ننتقدوا.
إيه ما السيزون على تشير كان ماتش هي السيزون تتلعب على أربع ماتشات تتلعب على السيزون كاملة. جاب شفقة جديدة كاردوزو عم ناول نجح ما أنا ميجيمش عم ناول نجح وسنابشي ولي يونتنور فاشل خليه له الوقت بعد فما خطر ايش هي الشانس اللي معمل عليها الترجي فاش نجح انا وش هذه البطوله الترجي مش جديد عليها البطوله ليش على البطوله نحكي شوف في ليه شوف ما نشكوش في انه عم ينجح بالافكتيف اللي عنده عمل في الشامبيونز ليج تسمى نجاح عم ينجح لكن اثنين فريق بالافكتيف اللي عنده ماهوش في انتظار الجمهور نتاع الفريق ماهوش الفريق نتاع السنه اللي طوال ماهوش الفريق نتاع السنه سي اس اس مش كنا احنا في تونس نجي ونخفوا على هكا بيريود صغيره ونحكموا على مدر لا مش مدر عم ناول كان باهي نجح ولا عم ناول لا متفقين بون معناتها اذا نجح ما نحبك حتى سناك الامور مش ماشيه تقول لي ما مش ماشيه ما تقوليش مش معناها مش ماشيه مش معناها مش ماشيه كات ماتش نجي انا مدرب نقول اليوم مش ماشيه في كات ماتش نولي نحكم عليه معناتها اللي عم ناول نشكر فيه مش نجي نقول خايبه ما نجمش نقول لك هكا انا المدرب نخلي له الوقت لوبجيكتيف تاع سبيسونسي الشامبيونز ليغ عم ناول مشيت فينال اقصى ما فما اليوم تعاود العام الجاي ان شاء الله الفينال نتاعها اذا بوركوبات هذا لوبجيكتيف الحقاني وقتها نجم نحكم على كاردوزو نجح ولا ما نجحش اما تو سيركات ماتش الترجي عم تمشيو في المتلوي ولا ماساتيوزيا تقوم القيامه ولي ننتقدوا في المدرب وفي الشوا نتاعو كلنا ولينا دي زونتونور واضح مش معقول خلينا مختار الناس لك نفس السؤال تقريبا اليوم تشوف الاستنجاد معتز الزدام تشوفوا الريزلتا اللي قالها صايره هي حبه الفريق يكون عنده تعزيز اضافي في وسط الملعب والا لا شوا سيبون الهيئة حكيت مع الملاعب وحاجتها بالملاعب وشارج على الفريق هو فنيا حتى حد ما يشك في قيمة اللعب وذي الكل متفقين فيه تبقى أنه فام جي ان دو في البرة هو يزم يحافظ عليه هو كملاعبي يزم يكون منضبط تقريبا أنا باش تقول أمور فنية ما ظهر لي كاردوزو تدخل فيه باش عقب ظهر أمور إدارية وكما قل له قرصة وذن هو حسب وكيله يقول لي من أول نهار كاردوزو وحتى من قبل ما يخرج معجب به أي ماهوش أمور فنية هي أمور إدارية وتنجم راهو الملاعبك يعمل ديراباج تكون قرصة وذن هكا باش يفيق على روحه راهو النجم ومن بعد يعاود يرجعوه هذا مش أول مرة شفناها مع بوقرة صارت فوق رجعت مع معتز فوق رجعت وأون أتوندون زاد غيث الوهابي تو يرجع علاش خاطر زاد فريق الترجي ما نجمش يعمل على تو الفريق الكل ديزيترونجي وهنا نعاود نرجع لك أنا معتز قدام كيف كيف وغيث الوهابي خاطر شوف راهو الترجي ديما ينسى مباراة مساكن اللي تنحى عليها اسمه رادي جعايدي وما تنحاش عليها كاردوزو مباراة قرقنا يلعب في تيران نوتر في تيران في امتي غازون وربحته قرقنا تلعب كوقت على العسقوط في الليك دو زاد هذا راهو حاجات ما تتنساش اذا تحب انت تغطي حاجات يا عم مجيد اوكي نحن معنا مش الترجي حتى حد ما انتقد الناس كل انتقدت الشوا نتاع كاردوزو تعرف انت ولد الترجي انه هو اللوبستاكل الوحيد نتاعو انه ما عندوش ملاعبيه اليوم عندك افكتيف اسيريش افكتيف تبارك الله تنجم تعمل قرش لكن كل فورماسيون مش هما بيدهم لي كاباسيتي نتاع خلي العام يكمل بس لا نحكي على شوية لحد الماتشات هذوما إيه أربع ماتشات إيه ننتقدوه أربع ماتشات إيه عمل غلط ما قلتش ما عملش غلط فما دي شوام ومش هما لكن مش على أربع ماتشات يولي مدرب خايب من عمناول كان بيه يسنى ولا خايب وما يصلعش وفما حملة متاع فيسبوك نحب النحيوة هو أنا فكرة مش نكون كما قال لي هو متناقض أنا على التالق بليك أسلام مش نعود لك طو أنا من الموسم اللي فات ونحكي تعرفت بروحك أسمع لا لا أكو قلت لك الكونسيبت نتاع كاردوزو رينا جمعيه ثاني مليو با فهمت يلعب البلوك با ترجي فيكيو نتاعو يلعب هو ما جابش افكار ما جابش كونسيبت جديده فهمتي القدام باش يمشي وقت يلعب الفوق الترجي ديما يلقى مشاكل في لي ترانزيسيون تاع ليكيب ادفيرس ديما يمسوه ديريكت هذه هي مهمه المدرب صحيح في لي بالاريتي قاعد يناغو هذه حاجه تحسب له دار الخدمه نتاع دي زونتريمون اي في دي زونتريمون لكن يا اخي بالترسان اللي عندك راهم لاعبين من اعلى مستوى عندك هذول ويت جوار ايكيب ناسيونال يعني بارتو يعني ما يلزمكش تخفق في ماتشات متفق معاك نعاود نقول متفق في الفكره راه معناها مش على سوريشه باش ما ننتقدوش بالعكس ونأكد لك اللي قاعد مع رئيس النادي وحكاو في برشا حاجات لكن ديما نقول لوبجيكتيف تاع ليسبيرونس تبدا واضحه من الاول الشامبيونا شامبيونز ليغ شامبيونا كوب تونس ومن بعد كوب دي مونت كل شيء الوقت الاربع ماتشات هذوما اللي صاروا ما نجموش نجي على خاطر دو ماتش نجي نجيو نقولوا هذا حوار تاهدا نتاعك تو نعرف مجيد من سيبو وبعد نحكم على مدرب في الشامبيونز ليغ قلتوا ذاك خلاص لك على لا على معتز راهو رجوعه للترجي انا ديما قلت حتى المره فاتت قبل ما يرجع قلت راهو في الفان راهو موجود ان تيتولور ان بون بلاسون لازم يكون موجود في العشرين باهي ذاكر وانت عندك ديما نحكيو عندك خبره كبيره في التعامل مع الملاعبيه ملاعبي معناتها من النوع هذا انت كهيئه برشا يقول لك مثلا عاقبوا فلوس علاش تحرمني انا كجمهور ولا كمدرب الملاعبي عنده قيمه فنيه كبيره اذا كان غلط نعاقبوا فلوس ولا لا تشوف انه لازم يبعد من المجموعه اللي قاله لك الوكيل بتاعه كان بالحق كيف شو كان بالحق لا اللي قالوا لك هو معناتها مش منك انت اللي هو كان حكاه بالحق
بالنسبة لي أنا كارثة تسيرية. ونقول لك عليه كي يقول لك في شنو بالضبط؟ أبش عطيك لي ديتاي. كي يقول لك المدرب هو يعجبه وما راهو مش هو اللي نحاه. المدرب صاحب الشخصية القوية كي يبدأ حاجته بلاعب مصلحة النادي في الملعب يقولوا الإدارة ما تدخلش حاجة برك. ينجم المدرب والإدارة تدخلها قلة انضباط في الملعب وفي التمارين برا الملعب 90% بجوارات تاع تونس صفر برا. شفنا الجمعة اللي فات انريكي عاقب ديمبيلي على قلة انضباط في الملعب على البلاسمون نتاعو والعودة الدفاعية هذاك انا مع لاتور. معناتها انا نحب نفهم اللاعب كان في تونس قالوا قلة انضباط مشى لمصر من احسن اللاعبين الاجانب نورمالمون فسخوا ونبداو من الاول جديد. الراجل ملي رجع ما عملش حتى حصة تدريبية. شنو هو اللي صار؟ الله اعلم. معناتها طفل صفر مقابلة ودية، صفر مقابلة رسمية، ترجعوا بعد 4 شهور كان الكورة سهلة بعد 4 شهور ترجعوا باش تدخلوا في نادي يلعب على الألقاب الكل وماشي كأس العالم، كيفاش تلقى الروندمون نتاعو من بعد ذاك المردود تستغلوا المردود نتاع مصر. هو نتصور توا شهر شهرين تحبلوا باش يحضر معنا. إي ماكا فريد هو مش ديلي سي. يعني نقول لك أنا قاعد ندور في أوفر باش نحب. لا 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 شعب مجيد سمعت سي عبد المجيد سمعت تعمل كإدارة؟ أنا باش نجاوبك أنا باش تعمل كإدارة؟ باش نجاوبك أنا إدارة. إيه شنو إدارة؟ جيك ملاعب تقعد تسال في إدارة وما خليش يجاوب. لا 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 كان قالوا له مجد أنا إدارة. لا لحظة ذاك كان قالوا له حاشنا بيك ما نتصورش يقعد يلوش في يوم. لا لا الملاعب يراه فولونتي نتاعو أكثر. يا مجيد سالتني إدارة ولا شحب الملاعب يراه تأكد لك بس يا باش تشد ملاعب مجيد خويا سالتني إدارة. إي شنو إدارة؟ هاني إدارة باش نجاوب بسرعة ذاك هو قاعد يترنى شنو قال يا سي مجيد خليني نجاوب يا قاعد يترنى لا وحده يترنى يا سي مجيد خليني نجاوب يترنى وحده تحكي لي ترجل هذه تونسي وما أدراك والنادي الأفريقي عنده لاعب يرجع بعد 4 شهور كان يترنى في الشارع هو عامل بيرفورمانس الدوخ في مصر لا 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 تحكي لي على باهي ساعة ولا الكيب تاع مصر ما جدتلوش دقيق لا 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 ما جدتلوش ما عندكش حتى علم انت سمعت خليني نفهم ما عندكش حتى علم تحكي في حاجات ما جدتلوش ما طلبتش منه باش يعاود يا سي عبد المجيد تحكي في حاجات هذه نتاع هاني انا باش نصلح واضح مجد بسرعه انت العقد نتاعو اللي مشى نعرفه انا ما نعرفوش ما ريتوش ما بالخبره يمشي بري افيك اوبسيون داشا داشا لاشا ما شراوهاش يرجع للترجي يرجع للترجي ما طلبتوش جمعيه مره اخرى مصر خليني نكمل مجد خليني نكمل مجد خليني نفسر لك تو انا انت كنت تحكي إيه؟ اللي انت كنت مع رئيس النادي وقعدت معاه إيه؟ راهو كان كل لاعب في الكره الارضيه اي بابا اش تحب انت والله نحب نخرج اي بابا نخمم انت اش تحب رئيس النادي مش على كيف شكون ديسكوتي مع الجوار توتنهام ولا رئيس النادي رئيس النادي ديسكوتي خلي يوصل الفكره ما وصلش مش صحيحه لا خلي يكمل الفكره ما وصلش في مخي ليه شكون ديسكوتي في لي كونترا رئيس النادي ولا كاردوزو رئيس النادي تكلم وجاوب ليه رئيس النادي ديسكوتي يجاوب جاوب انت انا جاوبتك خلي يوصل الفكره مش سوبر نورمال تخليني نكلم يعني فهمتك انا جاوبتك راديو تو انت في الراديو تسمع في كهرباء تجاوب الراديو انا راديو تفضل انت تشوف في كهرباء تفضل سي تكلم كان خلو ذين على روح يا حشيك الرئيس النادي نمر واحد اللي هو مانجير جنرال كي نعرفوا نخدموا هو المدرب يقول له السيد هذاك نحب عليه يقول له راهو في تونس فما لا لا انت تحكي بتونس ولا تحكي بتونس ولا مش نجم نقدمه هكا مش دخل يوصل فكرته بعد كان تحب تجاوبه المدرب يجي يقول له نحب على مجيد راني ما نفهم شيء نحب التيران إيه؟ يقول له البرة يقول له البرة كي نحكيو على التعطيه سايبه لي انا ولا الاداره ذاك راهو في التيران موش ديسيبليني انا نحكم البرة اموركم جيب لي اللاعب حاجتي به اكيد جدا كما قال المانجر نتاعو عقبوا فلوس عقبوا اثنين راهو اللاعب ما عندوش الحق يقعد مع رئيس النادي يقول له والله عندي اوفر ميليتير تمشي تترين عندك عقد في الترجي وقت اللي يجيني اوفر رسمي تخرج من الملعب هذا كان انا وافقت مش برا امشي لا ما حشومش بيه واضح ذاك وكاو توصل له مو توا نيكس ليفيكتيف عاودوا رجعوا جابوا بالله بسرعه مجد بسرعه كان تعدي طولنا فيه الموضوع انسان الكونترا نتاعو معناتها مازال في الترجي التونسي وجي يقول انا نحب اوفر جاتني نستنى في اوفر برا جيبوا برا ترين أه؟ جيب الاوفر وقعد ترين لا فما حاجات ما يقول فما حاجات الدسو ما تعرفهمش فسرهم لي ما نحبش نقولهم فما كويزين التاني ما خرجهاش هذا ما غلط كويزين التاني ما خرجهاش باهي واضح من حق لرئيس النادي تعال يرجع باهي كويزين التاني ما تخرجهاش احسن تو على يرجع تو على يرجع لا رجعت باش نفسر لك اللي راهو شفاه كل شيء على يرجع نفسر لك اللي كاردوزو اونتونور راهو يخلص من الترجي التونسي دونك مش هو وفي لي شوا نتاع انت كي كنت تريني تخلي ما تخلي رئيس الجمعيه استنى كي كنت تدرب تخلي رئيس الجمعيه يدخل لك في لاعب اخر نقطه في سياسه الترجي مش اونتونور هو اللي يجيب الملاعبين
واضح هاي وفي الموضوع نتاع انيس ما سمعناكش بسلك فنيا الملاعب بارابور الملاعبيه نتاع وسط الميدان في الترجي هل عنده بلاصه اليوم في ال 11 على الاقل؟ توا صعيب وغلطه كبيره كي كيرجع فنيا بصفه عام غلطه كيرجع غلطه كيرجع بيان سور انا سمعت من كل غلطه نورمالمون ما فماش الحقيقه مانيش باش تستفاد منه برشا الترجي سو لو بلون فيزيك مونتال عباد كومبيتيتيف عباد دخلت ديجا في الكومبيتيسيون قداش باش تحضر وشنو هي الماتش اللي باش تعطيهم له وقتاش باش تدخلوا والكره يضيعها استنى الجمهور يشوف شنو يعمل فيه انا نتصوره هو يلقى حظه بعيد على الترجي انا نتصوره الملاعب هذا متعدى باساج فيت في الترجي يحاول يلقى بلاصة أخرى يلقى فيها يمكن روحه خير لكن في التراجي في الوقت الحالي في الترسانة متاع وسط الميدان صعيب برشا سيرتو مع وجود كانتي ولا كوناتي ذولي الملاعب الجامعي أفونسي عليه روجي أفونسي عليه الحقيقة ثم تريو ثم ثلاثة أربعة في وسط الميدان اليوم جاهزين أكثر منه باش يصبر عليه شهر ولا شهرين ومن بعد سافوار اسكو باش تعمل عليه ولا الحقيقة شوا غلط في رجوعه حقه مخذوه في شوا يجبوه من الأول وإلا هو مشى شرب جماعية على روحه من اول الموسم. باهي خلينا نمشيو للمسابقات الافريقيه في اللحظات هذه قاعد تعمل القرعه نتاع الترجي الرياضي التونسي لكن خلينا نحكيو قبل على السي اس اس معك انت مختار نعطيكم نتائج نتاع القرعه نتاع الكاف في المجموعه الاولى فيها سيمبا السي اس اس قسنطينة كما قلت ونادي برافوز من انغولا المجموعه الثانيه بركان الملعب المالي ستينغ بلوش ايضا نادي لواندا المجموعه الثالثه فيها اتحاد العاصمه اسيك جراف أوبرا يونايتد المجموعة الرابعة فيها الزمالك والمصري جوز فرق مصرية في نفس المجموعة معهم أيضا إنيمبا وبلاك بولس مجموعة السي اس اس مختار مع سيمبا اسم كبير في الأفريق دربي مع قسنطينة وفريق ظالي برافوس ما عندناش عليه فكرة كبيرة هو شوف كان الأوبجيكتيف نتاع الإدارة نتاع السي اس اس مع محمد الكوكي يلزمهم يعني بلاس أفريكان وكانت في انتهاية السيدي مشي نادي صفاقسي للدوري المجموعات تبقى لهنا السي اس اس الحقيقة بخلاف سيمبا الآخرين ينجم يتصرف معه لكن تبقى سي اس اس هو بيدو يعاني في مشكلة ويزم يلقى حل مع الكسندر سانتوس في الكونسيبت نتاعو في التوجه نتاع الفريق نعرفوا انتقادات كبيره يوسف بشا بركات الحميدي يزم يرجع سي اس اس نتاع الموسم على الاقل نتاع محمد الكوكي في التير الاخرين نتاع الشامبيونا وقت يرجع سي اس اس هكاك ما عادش يخوفوه ليكيبات هذوما تعرف زاد مربوط بالشامبيونا وقتاش يرجع كنشوفوا نحن الرزنامه نتاع الاوقات خاطر تم السي اس اس هذوما علاش خاطر فما لي ماتش روتار باش تولي وقتاش باش ترجع الليفكتيف اللي موجود ولاني الحقيقه تو اذا انا نرشح سيمبا وسي اس اس يعني في البول هذه خاطر عندهم فهمت لا انا بالنسبه لي انا زوز هذوما تبقى شوف راه لي زيكيب الجيريان ماهوش ماخذين علينا دسو برشا برشا عندهم عندهم عامين شادين المشعل هما في الافريق اي لكن في الكونفدراليه نتصور السي اس اس عنده فيكيو كبير شكون عامين شادين المشعل في الافريق؟ اتحاد العاصمه شنو شنو هذا افريق بون اي صحيح حمدي إيه صحيح شنو اما بون نعرفوا الظروف اللي صار فيها الفينال فقط خلي كم التونديك انا فيك خلي كم بون قلت لك حاجه برك السي اس اس عليه تو في البريود هذايا كيما حتى ممثلنا الترجي انه يصلح اموره خاطر الحقيقه وقت يصلح امورهم يولوا ليكيبيت نتاعنا فهمتي باهين الحقيقه فما فيكيو يحكم انا ديما ننم بالفيكيو وبالليستوار السي اس اس راهو مالف باللي كومبيتيسيون هذوما ان شاء الله يحضر التيران نتاعو زاد باش يكون زاد فهمتي باش يكون سير بلاس باش يلعب غاديكا لكن يحضر التيران والكسندر سانتوس يصلح مع ستيف بن عثمان كيلكو ديتاي نتصور السي اس اس ينجم أنيس السي اس اس فنيا قادر يخرج المجموعة هذه؟ لا لا فرانشمون لا على خاطر مريض حتى ستابيليتي شنو جزم معناها مستحيل يترشح السي اس اس صدمتني شوية قعدت نظر لك مصدوم فيك يا أخي ثم الحقيقة تصدم أنا رأي فني هذا رأيي أنا بيان سور نجم نختلف مع العباد الكل لكن هو رأي السي اس اس ما قنعنيش منذ بداية الموسم اكثر كلام قال على السي اس اس في مشروع الرياضي اكثر انتدابات صارت في النادي الصفاقسي تفرجت في مباريات الكل ما متعتني صفاقس الحقيقة ما تمتعتش معها المدرب هذا تغييرات في كل مباراة ثم استابيليتي على مستوى التشكيلة ما عندي حتى شيء المدرب هذا معاه بالعكس أنا النادي الصفاقسي ماذا بيه ينجح اليوم موجود في الكاف ماذا بيه البرفورمانس تتبع حتى في الفاز دي بول لكن بعيد النادي الصفاقسي اليوم ما يوجعش الحقيقة مازال بعيد ما ثماش فكر تغييرات في كل مرة ممكن نعطيه وقت أنا مع الوقت
ما نحبش نكون يعني قاسي، لكن نقول الوقت، لكن في النادي الصفاقسي راه الوقت ثمين، يزمو يعرف المدرب راه ما مستنيوكش برشا، يزمك تزرب بروحك انت، يزمك تثبت التشكيله الاساسيه، الدربالي يرجع لك تو من اصابه، يزمك تحاول تلقى رير جوش فيكس. اليوم النادي الصفاقسي الحقيقه من بعد اصابه بكر استغل اشرف الحباسي رير جوش، رجع وضح الزيدي اللي هو ينجم يعطيك بور اوفونسيف القدام، رجع رير جوش. العيوني انت داب نتاع دوزاكسيو، بالنسبه لي انا بكر ما نجمش يكون رير جوش، سيتانكسيال والعويني العيوني وخليت شوا فيهم زوز كيف كيف سو لو بلو اوفونسيف، شنو الفكر نتاعك الحقيقه؟ ومازال ما تعديش دي فري تيست، راه نحكيو على سيمبا، سيمبا ريتا ماتش الاهلي طرابلس عندهم تري بون ايكيب، قسنطينه من ليكيب الجيريان بون ايكيب. اليوم نشوف النادي الصفاقسي يزمو يتحسن على مستوى البطوله، اولا يزمو يثبت نفسه، يزمو يثبت افكاره المدرب، ويزمو يمشي ويزرب روحه باش يمشي بالنادي الصفاقسي فنيا ابعد ويربح الوقت، لانه الحقيقه ما نجمش يجيب نقاد من سبه تو اي تو ما نجمش يجيب تو ما نجمش يجيبهم كتر العمران، معناتها نكونوا واضحين العمران فريق محترم بالنسبه لي انا، وعمل ماتش كوريكت ويعني في بدايه موسم يعني مميزه ومميزه جدا. لكن اليوم ندير الصفاقسي بالشيء اللي صار اول العام وباللي تقال وبالانتدابات وبالمدرب وبالمشروع الرياضي وبالديجيتال اللي تخدم على الباج اوفيسيال، الحقيقه انا شخصيا عيني كبيره ريت النادي الصفاقسي في الاستراتيجيه نتاعو انه باش يعمل بدايه موسم محترم. الى حد هذه الساعه انا كفني ما قنعنيش المدرب افكار طابع تاع السيسي لا تعرف. شوف تعرف المشكله وين؟ علاش انا قلت له لا، كان جيت نعرف اللي الفكر المدرب هذا يضغط عالي تو نقيم تقييمه اللي هو يضغط عالي، كان يطيح البلوك ويلعب على الترانزيسيون، نعرف ما ثم حتى سيركوي بريفيرونسييل نتاع مدرب قاعد يخدم باش تبان البصمه تاعو. حتىش لونترون مازال ما قامش. خليني نسالك، قلت له مختار قال نرشح سيمبا والسيسي، انت قلت له لا قسنطينة، شنو نجمو نعرفوا قسنطينة ونعرفوا انت مختص وتابع برشا السوق الجزائري. شوف عندهم خمس سنوات. هو دار فيها خالد المضوي عنده خبره في الافريق. عند فما استقرار في قسنطينة من اللي لعبت مع الافريقي في سوسه. نادي قسنطينة ديما من الثلاثه الاوائل وموجود في الكاس الافريقي. وصلت 10 سنوات ما فما حتى فريق في التصفيات الاولى تطيح النوادي الجزائري. توا عندهم 4 سنين ديما تلقى النوادي موجوده في ليبول تاع الجزائر. على خاطر نربط مع مجيد المشكل اللي عندنا احنا شعلنا كما قال في التيرانات في الجزائر تبدلت كومبليتمون. تبدلت تقدمت معناتها الملعب اللي لعبت فيه الملعب مولدية العاصمه لا مولدية العاصمه الاتحاد المنستيري. هذاك ملعب خرجوه على عظم كيما المنزل اللي توا راقد وعاودوه، انا ما عرفتوش على البحر هذاك، نسخلوا ملعب جديد وهو عاودوه على عظم، خلاو العروس برك. قداش شدت الاشغال؟ 6 شهور. 6 شهور عاودوا معاه. يا خويا شابوا فريق كامل وعاودوا خدموه رغم اللي هما عندهم وين يلعبوا. هذاك تعديت من المنزل توا راهو الحديد داير بيه. تقول لهم تعدى من غاديك. معناتها النوادي سيرتو توا في البطوله قسمتينا في بدايتها تعمل في مباريات كبيره، معناتها كما قال لك انيس بالسي اس اس اللي ما عادش عندها الطابعه نتاعها نتفرجوا فيها اللي هي ولات في الملعب نتاعها حتى في الوقت اللي ترشحت في المباريات اللي روتور في بلادها، لكن ما كانتش فريق بوراندي راهو متواضع ما كانتش في هذوما في مع باش يدخلوا ليبول مع تبدا تلعب لك 4-1 شامبيونا سوا ريزولتا كذا، معناتها باش تلقى صعوبات. احنا كما قال لك انيس ان شاء الله ماذا بينا تكون الاولى، ان شاء الله تتحسن المردود وان شاء الله يطلع كلام من هذا كله غلط. واضح ما عادش عندي واش وقت، مجد باش نسالك على الترجي وقرعه الترجي. شكون الثالثه من السي اس اس؟ ايكيب من انغولا. من انغولا. اي ما عندهاش اصعب بطوله تاع الاتحاد العظيم. اي مجد قرعه الترجي في تونس اكيد لعبت السنة فينا، الترجي مع بيراميدز، ساغرادا اسبيرانسا من انغولا، وجوليبا المالي. خلينا نعطيو بقيه المجموعات وبعد نعطيك تعلق على الترجي هذا. المجموعه على الثالثه فيها الاهلي، شباب بلوزداد، ستاد ابيجون، واورلاندو بيراتس. ايضا المجموعه الثانيه ماميلودي سان داونز، دوز فرق مغاربه الرجاء والجيش، وكذلك مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطيه. المجموعه الاولى فيها مازمبي، يانك افريكانز، الهلال السوداني، ومولديه العاصمه من الجزائر. نفكركم مجموعه ترجي، ترجي بيراميدز، ساغرادا اسبيرانسا، وجوليبا المالي. كيف تشوف الترجي هذا؟ دول الترجي ممكن جاء في مجموعه اسهل 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 مقارنه بالمجموعه اللي تسمي لي فيها. بيراميدز وترجي ذول يعتقد ما انا بشي هما يكونوا مترشحين، خاطر لي زاد ديكيب ساغرادا واللي ذكرت لي اسبيرانسا ما عندهمش الاكسبيرانس نتاع بيراميدز وخاصه الاسبيرانس في الكوب دافريك. انيس خليني نقطع عليك من عندك. سهل بول سهل الحقيقه الاسبيرانس اليوم مهما يكون لي زادفيرسير اللي موجودين سي لوبجيكتيف ديما نحكيو على دومي فينال وعلى فينال. الاسبيرانس اليوم الحقيقه معناتها نشوفها بول عادي، حتى بيراميدز
موش الفريق الترجي ذو اللي بشي تعدى مش لا جراند ايكيب مش لا جراند ايكيب عادي جدا الترجي افضل منهم على جميع المستويات الترجي هو اللي عنده اكثر القاب الترجي اللي اليوم جماهيره وهيئته والانتدابات اللي صارت والنقد هذا كله انه يمشي بعيد في الشامبيونز ليغ ماهوش باش يقيم المجموعه نتاعو لانكار دومي لهنا ومن بعد نحكيو على الفينال لكن التيتر هو اهم اهداف الترجي للموسم هذا الترجي يزمو يتطور اكثر على المستوى الهجومي مع كاردوزو يزمو يلقى حلول لانه ال 4 3 3 الحقيقه ما هيش حل في بعض الاحيان يزمك تشوف صانع العاب اللي نجم يكون تحت لاتاكوت نجم توصل تلعب دو زاتاكون 4 4 2 لوزون يزمو يغير على المستوى الهجومي كاردوزو قوي برشا في المباريات وقت اللي يستحفظ ويطيح البلوك والترانزيسيون بتاعه لكن اليوم الجماهير نتاع الترجي طالب كاردوزو يشوفوا فريق هجومي يصنع اللعب يضغط عالي هذايا مازال بالوقت ممكن كاردوزو يزمو يلقى الحلول الهجومية لأنه عنده أرمدة كبيرة على مستوى الهجوم إن شاء الله الأيامات القادمة تثبت كاردوزو وبالقرعة ولا عنده الوقت باش يزيد يخدم يخمم على ما بعد هذا هو أهم شيء المجموعة مختار باش نرجع لك مختار نحس فما استسهال من جهة يسار وهذا قال لك ذاك قال لك أن يخمم بعد القرعة ظهر الخطاب هذا مش باهي برشا هو انت كي تشوف الانتدابات نتاع الترجي يعني شنو حتى كاردوزو بيدو قال لك يعني فيناليست يعني الحقيقه تو مثلا انا جماهير الترجي مترشح ترجي ما كان تلعب شوف زوج من برا صعب خطاب خاطر يغلط لا هو في الاخر وفما اونترينور وفما لاعبيه وفما اداره اما نحن لهنا نحلوا يعني شوف انت جماهير الترجي السنه في القرعه باش نقول لك صعيبه ولا سهله انت سمي الاخرين سمي معاه تسمي يعني الترجي لهنا تسمي المجموعات الاخرين لا اسمع المجموعات لا مهما يكون لا حتى يتحقق ناحيه الترجي الترجي الرياضي التونسي في اهدافه فينا فلا هذا هو هو حتى هو حتى كان تيح مازمبي والترجي والاهلي وما نعرفش والمولديه الترجي الاوبجيكتيف بتاعها دومي فينال يعني الترجي تجيب مكوينه بمبالغ كبيره وتجيب البلايلي وتجيب شقايم انت شوف سمي المجموعات الاخرى بيراميدز ساغرادا اسبيرانسا الاخرين بيراميدز عندها مهارات كبيره عندها لاعبين دوليين عندها ابراهيم عادل عندها الاكسبيرينس بتاع دوري الابطال في مصر تاع عندها الاكسبيرينس بتاع الشامبيونز ليغ ما عنديش الاكسبيرينس بتاع الشامبيونز ليغ بتاع السفرات الافريقيه صحيح عندها الاموال عند اللاعبين باهين اما راهو نحكيو على احسب الترجي ايش عامله سوايا هذه فرصه باش يزيد فواياجات لافريقيا ساغرادا الاسبيرانس لعبت معها وتعرفها مليح المجموعه الاخرى شنو هي المجموعات الاخرى فيهم مجموعه الثالثه مثلا فيها الاهلي بالوزداد اورلاندو بيراس واستاد ابيجون كوت ديفوار الاخرى فيها الجيش والوداد الاخرى جاء الوداد والجيش المجموعه الثانيه فيها سان داونز الرجاء والجيش من المغرب ومانيما يونيون تصور الترجي جات في الوحده ما نجموش نقولوا احنا تحضر للمجموعه الاولى المجموعه الاولى مازمبي الديسكور يتبدل مازمبي يانك افريكانز الهلال السوداني ومولديه الجزائر حتى هذه حتى هذه تجي ما بعد الترجي تعتبر القرعة أنصف الترجي معناها إجماع لهنا حتى سيسر حتى سيسر شوف الشفاء كان جيت مع بركان وكان جيت مع سسمة الإكيب المصري دي سيتو ساغرادا وجوليبا ما عندهمش إكسبيريونس في الأفريق معناتها بارابول إكسبيريونس ولا حتى بيراميد دونك ما تقول الخطاب هذا معناتها الانترنور كي يسمعنا يقول يا جماعه قالوا برا نمشيو نلعبوا الرتح ليكيب ايه جماعه كبيره الرباعي اللي متعود على الشامبيونز ليغ هما الاهلي سان داونز ليسبيرونس اللي عنده الوداد ممكن تصير شيء مفاجئ بعض الناس اسلام يا ما رحله طويله بتاع لي وروتور ما تصيرش اسلام عندك شك انت في المجموعه بتاع ترجي لا مش عندي شك ما نحبش الخطاب هذا بتاع بحال ما تقول اسلام خطاب داخلين قبل واحد شفنا لي زوت الجروب لا سنة مجيد اسألوك والله العظيم الملعب المالي ربي يستر لازم ترجي تلعب التالي هوني جوليبا المالي وان شاء الله أنا ان شاء الله يا ربي كان عملنا النيل في تونس رانا ندبرنا باهي هكا سيدي واضح يعطيك الصحه شكرا لك ذاكر الواتي بارك الله فيك ايضا مختار رابلسي يعطيك الصحه انيس العيار بارك الله فيك عبجي القبنطيني شكرا لكم الناس الكل ولاد الكل في الاخراج يعطيكم الصحه اجمل تحيات اسلام المد